الفرصة لكي يضغط أكثر على الصين، لأن الإشكال الحقيقي أو المشكلة الحقيقية أو التحدي الحقيقي لدى الولايات المتحدة الأمريكية ليس هي روسيا بالحقيقة، وإنما هي الصين. الصين لأنها القوة الاقتصادية والقوة العلمية والقوة العسكرية الصاعدة بقوة، البلد مليون ونصف مليار من السكان، هي التي تزعج الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الحرب أيضا يريد بايدن أن يضرب حجرا عشر عصافير بحجر واحد، يريد أن يعني يضعف ويستنزف روسيا في أوكرانيا، ويريد أيضا أن يوجه رسائل قوية للصين ومن وراءه الدول الغربية، وبالتالي الضغط على الصين بشكل أكبر، ومحاولة يعني الضغط عليها ومحاولة إضعافها، لأن المارد الصيني والدب الصيني هو يعني يمشي بشكل قوي نحو ريادة العالم. كل التحاليل، كثير من التحاليل، حتى المراكز الأبحاث الأمريكية تقول بأن الصين ستكون هي الأولى اقتصاديا بالعالم في 2025، وكأبعد تقدير في 2023، في 2030، وقد تكون هي القوة العسكرية الأولى والاقتصادية هي المسيطرة على العالم في 2050. بالتالي